2019 على إكسبرس إف إم. الكرة من مرياح للشعلالي وطريق على الماشي من البدري ومن الشمال لفرجاني والكرة توصل لخزري وخزري بيشوطوا في الجون. يا سلام يا سلام على شعب تونس وحلاوة شعب تونس وكرة شعب تونس ومنتخب شعب تونس الجامد جدا. هي نصرة هتفوز ببطولة افريقيا ولا ايه؟ تابعونا كل يوم مثل الجمعة السبعة متاع العشية في كان إكسبرس. بصراحة كده الإجابة تونس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. كان متعودين يكون بحضرنا كل سبت ضيف في زون ميكس هو مسؤول وألم لعب اليوم الغالب آدم الزجابي جمش يكون موجود معنا، لكن حاولنا ناخذوه بالتليفون يجاوب على أهم الأسئلة اللي حضرنا لهم. آدم أهلا بيك. شنو الأمور؟ ألو نسمع فيك، قلت لك شنو احوالك شنو الامور؟ والله الحمد لله عايش كل بسنتي. هيا باهي الحمد لله. ما سامحني اليوم ساعه ما جبتش كون حاضر ما في بالك. مش مشكله الله غالب. باهي نبداو. ادم كيفاش تقيم الموسم اللي تعدى نتاعك مع ديسبيرونس؟ والله بون بالنسبه للجور ما لعبوش برشا، كان الموسم باهي معناها ويستحقونا لقاونا وكنا حاضرين معناها ندزو مع الجروب و لعبنا معنا مكسرات ماتشويت في الشامبيونة برشا من الجمهور يأكدوا انك ما خذيتش فرصتك كاملة وتعتبر، هل تعتبر نفسك انت مظلوم ولا عادة اللي صار معناها تعتبر ما خذيتش برشا وقت؟ لا هم بون انترونور الى خير ياكل كورة كاو اي اكيد اكيد تقابل ما تلعبش اكيد قابل ادم في برشا من احباء الاسبيرونس اكيد يوصلوا لك الشعور هذاك انهم يحبوك تكون موجود وديما يحبوك تلعب. اي والله حتى من الميساج ديجا بيريود هذايا يبعثوا لي برشا جمهور برشا متوزوك محلهم على الاخر وميساج باين معناها يشجع كل شيء. فهمت. باهي فما اوقات ولا ماتشات حسيت روحك انك تنجم تعاون ما هبطتش ادم؟ بطبيعة فما يجور يروحوا يجم معناها يجور مثلا انه الماتش ولا الوقت اللي حسيت فيه روحك حاضر 100% وما هبطتش فيه. والله فما ماتشويت بطبيعة ما يمكن في البريود هذيك الجور معناها يلعب بلاصتي خير مني هو حاضر اكثر مني معناها. يمكن ولا كلامك هذا ولا خاطر لونترونير عمل شو هذا ولا شنو بالضبط؟ لا ودي عادي يا ديجا عندي 4 سنين راجل ضرب انترونور نسيت قديم انترونور تعديوا علي تعديوا معنا معنا في التراجي. ما عندي حتى مشكلة معنا حتى واحد كلهم معنا نحبهم كل شيء حتى لعبت معهم ما لعبتش جوي باهي ديجا مع العباد الكل باهي. يادم بيني وبينك تعتبر روحك خذيت فرصتك ضيعتها ضد المتلاوي وكالاقصاء اللي صار نتاع الورقة الحمراء. تنجم تكون غلطة مني انا ذيك. وشنية وقتها شنو صار تخمرت شنو بالضبط؟ والله ما نعرفش دخلت بعضي ناول ما حبيت ماركي كل شيء دخلت و الله غالب عرفت نضرب مشيت نلعب كورة بتو شد لي داي هكا. شنو قال لك معين بعد الماتش هذاك خاطر حتى في تصريحاته وقتها كان متغش عليك؟ اي بطبيعة يتغش في التصريح اما معايا حكي معايا نورمال انا قال لي قالي ما حاسني اللي انا فاز هيك كل شيء بطبيعة انا غلط. فهمت عندك ما تقول. باهي الزيادة في الميزان ادم تنجم تكون هي السبب نتاع ابتعادك على المقابلات؟ والله ايه من الاول بطبيعة وقت ما بديتش نلعب بكل شيء ما دخلتش في الريتم نتاع الجو هذيك غلطة مني ديجا. واحد فيق على روحه بعد ولا بريقل اما سي بون تو ميزانك مريقل على الاخر هذي ضعفت حتى في التساور اي تو جاوي باهي كاوي واحد غلط عادش تعاود هذيك جوار بروفيسيونيل لازم ديما حاضر. تيس صغر نعتبروها؟ هي تسالي عن نبي كبير 25 سنة. اي خاطر حتى في الجروب ادم ديما يقولوا ادم المشاغب ادم الصغير ادم ديما اللي يعمل هكا الجو في الجروب. هيك هاو نعملوا جو كل مع بعض ديجا والله الحاجة اللي وصلتنا مش عملنا حاجة هكاك هو الجو في الجروب معناها جروب بي جروب نظيف و العباد الكل يحبوا بعضهم هيك. باهي يا دم نحكيو شوية على مستقبلك. العقد نتاعك يوفى تقريبا بعد غدوة هكا 30 جوان وشنو مستقبل وين نجم نشوفو يا دم الرجال الموسم القادم؟
والله الله اعلم تو مازال ما مش حتى في مخي ديجا اكيد معناها قلت لك ديجا كي حكيت معايا البارح قلت لك اللي مازال ما فهمت شيء ونتمنى قررت شو نمشي معناها تنجم تواصل التجربة فتراجي فما مفاوضات هما تحكي معاهم قاعد ولا ليه والله مازال ما فهمت شيء ما كلمك حتى حد معناها حكيت مع سي معين حكينا اش قال لك يحبك تقعد ولا كيفاش بالضبط لا يحبني هو ديجا يحبني نقعد احكي معايا وعدك باش تاخذ اكثر طون جو معناها يحكي معايا ديجا قال لي احكي معايا حتى حياتي قال لي كون معايا لازمك معايا على الانترينمون كل شيء لازم واحد يخدم واحد يركز في الكوره وبرشا في كلام هذاك اي وشنو هي كانت اجابتك انت؟ لا حكيت معاه بالطبيعه حكيت معاه نورمال الانترنت بتاعي عندي معاه 4 سنين في باريس اي معناها قلت له تنجم تقعد معناها اي وبرشا يحكيوا اكيد على اللوفر نتاع النجم الساحلي شنو الصحيح فيه وشنو الغلط؟ والله مازال ماشي لسوسه اليوم لا صايف بنزرت ما عندي ما عندي بدلت بلادي يلا خويا ديما في بنزرت فهمتك اي باهي شنو حقيقة اكيد قلت لي حتى الحبيب نتاع تراجي يبعثوا لك مساجات اكيد وصلوا لك مساجات على الموضوع هذا ميم با ولا بعثوا لي على الموضوع هذا ميم با معناها يجب معناها واحد يجب يمشي لبلاصه معناها يكونوا دي كيب مش متفاهمين ولا فاز ميم با سابوني معناها بعثوا لي مساجات اي كيما قلت لك خاطر العباد تحبك وتحبك تكمل وعندها يمكن قناعه انك ما خذيتش فرصتك كما يلزم في الترجي عامله نعرف اي في بالي بحاجه تضم باهي دونك كيفاش العرض نتاع النجم فما شكون كلمك والله لا مازال ما فماش اتصالات جمله نيت هكاك لا حتى حد ما كلمك يمشي يسمع فينا حتى حد بيني وبينك هذي بضحني مش فاهمين حد ليه مازال ولا مازال ما فهم شيء طيب انا اون فاكونس خويا اي وان شاء الله اي اما اون فاكونس اما وقت من الكاتو تو الكلمات تكثر و تنقول لك اول واحد مالك قبل ما صاح في بلاده تنقول باهي هاني استنى تعرف فهم امكانيه السي بي ولا صعيب شوي والله تنجم فمك اللي فمك صحيح يا اول حاجه جمعيتي راهو حتى كان تجمش قول لك يا راهو معناها صعيب اما يا صعيب معناها سيابي والله الله اعلم انا هي بريتو جمعيتي كل شيء و لا تحب يلعب بطبيعه في سيابي وكل ما قلت لك واحد يخلص مستقبله معناها وشنو شو يعمل وكل شيء ما عطيتني شيء كل شيء مخليه في المهموته تعطيني حاجه والله ليه والله احكي لك كثير اقسم بالله قلت لك والله العظيم ما عملت شيء والله باهي شنو حكايه الستوري هبطها اليوم على انستغرام يمين اللي بالفرنسي الضربه اللي ما تقتلكش تقويك لكن احنا تخلينا اخيب مع العباد شنو تقصد بها؟ في فازه هاي اي فما مساج تعدي لسكون ولا لا؟ لا والله هذه مشكله مع حد يا ولدي هو احكيه لك الاولاد انا عارف صعب مع الاولاد ولا لا يا اخويا ظلمت انت ما عطيتني حتى شيء اليوم تعطينا حاجه هما والله ما فهمت تحب نحكي نبروا على الاولاد خويا تنبروا باهي على شكون تحب تنبر؟ علي تحب شكون اللي عامل فيه باهي شكون اللي عامل فيه؟ والله الكل باهي نحكي شويه باهي على المنتخب باهي ما تفرجتش في زوز ماتشات هاي بطبيعة وشنو رايك في اللي بعد ما كناش كيما كنا نستناو في مقابلة الأولين في الكان راهو مش كيما راهو مش كيما ماتش أميكان مش كيما ماتش أوفيسيال طبعا بطبيعة تبدا أصعب اللعبة ديجا الماتش الأول كنا نجمو نربحوه الماتش الثاني زاد أكريت كان صعيب الماتش الثاني قوية ليكيب اللي لعبنا كونتر عندها تاك باهي مالي وكا صاحب غايلين ظهر لي عاد ما تشويت باين ممكن كان الاستثناء كوكو كاس اخوان اوكي يحارب كوكو مع الكحلين خويا شايبو يحارب على بيت الكل الالوان الكل يحارب باهي ادم انت اللي شوف بدايتك انت في مع منتخبات الشبان والا حتى مع السي بي ما تشوفش خسرت برشا وقت كنت تنجم تكون حتى موجود في الكان هذه وكاس العالم كيف كيف اي بالطبيعه والله بالطبيعه حتى صحابي يقولوا لي نمشي ناخذ في بلاصه يقولوا لي اي شنو المشكل كيما قلت انت تيش صوت تيك هاو
باه يعطيك الصحة هادي مرجابي بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله خويا المرة الجاية تكون بحضرنا موجود ان شاء الله. عايزك ان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية نجي ان شاء الله. يعطيك الصحة شكرا ليك ادم الرجابي. دونك هذا كان ادم الرجابي حكينا معاه على العديد من المواضيع تهم مستقبله في الترجي التونسي كذلك الاوفر اللي يمكن تحكي عليه برشا في الايامات الاخرانيين العظم النجم الرياضي الساحلي ايضا. على كل بعد شوية نمشيو للموسيقى لكن بعد الاخبار ايضا باش تكون نحكيو على باش يكون معنا موجود طارق المسعودي نحكيو معاه عزوز المقابلات الاولانيين لمنتخبنا الوطني التونسي في الكان 2019.